الجول على طول. شوف الكرة، الكرة مباشرة مع البداية. ما أمدانا نتكلم، ما أمدانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى طول هوبا في الجول نهائي للعميد الكبير. نشوف الآن أسطورة اللاعبين ونجم الملايين كريستيانو رونالدو. لم يسجل في مرسل بارك، هل يسجل كريستيانو؟ ولكن الكرة سهلة تعود لها خطيرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركية الكرة. ذهبت، شوف المحاولة من جديد، هذه كرة كريستيانو رونالدو، وبالتالي الكرة تعود إلى ديفيد إيباس. تقدم الفارس العالمي كريستيانو رونالدو، مشى كرة إلى صليهم. يا سلام، جميلة المحاولة، الكرة عرضية تصل وتصويب. الله الله يا نصر، الله يا نصر، متعة النصر تحضر في مرسول، تحضر في مرسول. سجل عبد الله الخيبري، يا سلام، يا لا من كرة يا عبد الله، يستعيد الذكريات، يستعيد الأمجاد. النصر يقترب من الوصول إلى سيمي فاينل. 2-0 في المباراة بعد جملة فنية رائعة جدا. شوف الكرة، شوف كونان، كونان، كونان يمشي كرة إلى أصلهم، حط الكرة عند كريستيانو. شوف كريستيانو وين موجود، شوف كريستيانو رونالدو وين موجود في اللقطة الماضية. محاولة جميلة ولكن الكرة قدم كريستيانو رونالدو، محاولة خطيرة، لا يوجد تسلل رونالدو. الكرة الماضية لكن هنالك راية، هنالك راية في اللقطة الماضية. كان الكل يعتقد بأن رونالدو لم يكن متسللا، ولكن شوف الآن الحكم المساعد الذي أشار بوجود الراية والتسلل على الدون كريستيانو رونالدو. صاروخ ماديرا وصاد، يتقدم كريستيانو. حلوة 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 الكرة الماضية من كريستيانو رونالدو. شوف الكرة من جديد، شوف اللمسة، الفرصة التي جاءت للدون، لعب الكرة. الشكر موصول لضيوف الكباتنة. المحاولة من جديد ترسل للأمام، خطيرة في الجول، في الجول. مران الصغير يسجل بقيمة الكبار، يا سلام، بأسلوب الكبار، يا للروعة يا مران. أمام النجم و الفيل الإيفواري جيسلا كونان، كريستيانو رونالدو حط الكرة على اليسار، انطلاقة هجومية ممتازة، لمسة إلى سامي، لعب كرة سامي، عدى سامي، تقدم النجعي، يلعب كرة على طول، والكرة لا تزال مطالبة بوجه. حاول الكرة إلى سعد السلولي، قوية، نواف يتصدى، الله، جول 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 جول. سجل عبد الفتاح آدم الهدف الأول لزعيم الجنوب للنصر. الكرة والكنترول من جانب كريستيانو رونالدو، رونالدو يتقدم، والمحاولة إلى وجود صافرة وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة النصر، ركلة حرة مباشرة لصالح النصر. شوف الكرة من جديد، هذه اللقطة الماضية اللي كانت لكريستيانو رونالدو. يحاول كريستيانو رونالدو أن ينفذ الكرة. نشوف ونتابع الآن الركلة الحرة المباشرة للدون. نجم النجوم رونالدو يلعب كرة، ولكن الكرة تصد بالجدار الدفاعي. تعود الآن المحاولة من جديد إلى ناحية اليمين، انطلاقة ممتازة، حلوة، ذكية، والكرة تتخلص. رونالدو من أمام، رونالدو أبعد، حاول، الكرة ترسل، رونالدو بالرأس إلى خارج أرضية الملعب من كريستيانو، إلى خارج أرضية الميدان من كريستيانو رونالدو. كرة الماضية بالرأس، ويا كم سجل رونالدو مثل هذه الكرات. أتذكرون هدف الدور، مستوى ونتيجة الحدث الذي